يا حبيبي انا مخنوقه قوي وحاسه ان انا لوحدي. ليه يا بنت؟ ما انا جنبك اهو، يعني وانا رحت فين؟ مش قصدي، انا قصدي ان انا وحيده ومحدش فاهمني. يا بنت ما انا جنبك اهو، انت ليه لغياني يعني؟ انت العيشه معاك ممله، انا عمري ما شفت معاك يوم عيد يا اخي، حرام عليك. ست نصايح لو عايز علاقتك بشريك حياتك تبقى كويسة. ملخص كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. مش كل حاجة نرميها على الهرمونات يا جماعة، والله العظيم احنا ظالمين الهرمونات معانا. بالمناسبة الرجالة كمان عندهم هرمونات. لازم نعرف اننا مختلفين في التفكير بعيدا عن اي مؤثر هرموني، هو ده اللي بيشرحه لنا الدكتور جون غيري في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. الراجل بيفترض ان الست بتفكر زيه، والست بتفترض ان الراجل بيفكر زيها. الدكتور جون هنا بيقول لنا تعالوا نتخيل ان الراجل جاي من كوكب منفصل اسمه كوكب المريخ، والست جاية من كوكب تاني اسمه كوكب الزهر. يعني الاختلاف بينهم في التفكير كبير قوي يا اخي. ده انت لو قابلت حد من محافظة تانية بتقدر ان في اختلاف في التفكير، ما بالك بقى اللي جاي من كوكب تاني اساسا. ولان الرجال من كوكب والنساء من كوكب اخر، ففي تقاليد وعادات مختلفة في الكوكبين، هم اللي عملوا تفكير كل كوكب على حد، هو اللي بنوا تفكير الست وبنوا تفكير الراجل. فانا اقول لك على شوية اسرار للراجل بس تحفظيها، وانت ما تخافش هقول لك على شوية حاجات للستات لازم تكون عارفها عشان تعرف تتعامل معاهم. كوكب المريخ يا جماعة والراجل اللي عايش فيه بيقدروا جدا القوة، هم عايشين بالقوة وبيقدروا الكفاءة وبيقدروا الانجاز. يعني الراجل تقديره الذاتي بيجي من انه بيعمل انجازات كتير، هو بنى حاجات كتير فهو كده راجل. والست يا حبيب قلبي بتقدر جدا الحنية والرعاية والتواصل، يعني انجازها الذاتي بيجي من انها قدرت تحتوي اللي قدامها ولا لا. علشان كده الدكتور جون بيقول لنا لازم نقدر اختلاف التفكيرين دول، ودي كان بسم الله الرحمن الرحيم كده علشان ايه تقدر تستوعب اللي جاي. وبعدين يا جماعه اللونج ديستانس ريليشن شيب بقت صعبه قوي. قطر ما شاء الله عليه، الله اكبر في الانجليش. قصة الحب بتبدأ دايما جميلة قوي، رسائل على الواتساب، انت حب عمري، انت جنة انا عشت قبلك، عمري ما عرفت بني ادمين، كنت عارف جزم قبلك، كنت عمية ومعاك فتحت، ومكالمات بالساعات. انا عايز اقول لكم شركات المحمول بتتدلع كده، دلع كده يا معلم، الى ان تحدث المشكلة. ان حبيبة قلب الست بتكتشف ان الراجل اللي معاها مش سامع، والراجل بيكتشف ان الست اللي معاه عايزاه يتغير للاحسن، وتبدأ المشاكل يا عزيزي. العلاقة ادمت شوية، الراجل ما بقاش مهتم بموبايله، بقى سايبه ميوت وما بيردش عليه اصلا، وبيبقى سامع 5% بس من الكلام، في حين ان الست بتبقى عايزة تفضفض وعايزة تحكي وعايزة تتكلم. بس ده مش عيب فيك عشان تبقى فاهم. دكتور جون هنا بيقول لنا ان الراجل لما بيرجع من شغل او من يوم طويل جدا بيبقى عقله شغال بنسبة 5% بس. انت مدركة 5%؟ يعني انت لو بتقولي 100 كلمة في الدقيقة هو هيسمع منهم 5 بس. عشان كده كانت النصيحة متوجهة للستات، ارجوكي ارجوكي خش في الموضوع على طول، لان حبيب قلب الراجل بيكون ساعتها كل تفكيره متركز انه يجيب لك حل لمشكلتك، هو بالنسبة له انا جيت الحل جه. فارجوكي لما يكون بتواجهي مشكلة بلاش التفاصيل، بلاش التفاصيل، خش على طول في الموضوع. وبرضو انت كراجل عليك عيب وعليك مهمة، هي صعبة ليه؟ بس هي مش صعبة عشان تبقى، بس هي صعبة بالنسبة لك انا عارف. الست حبيب قلبي بتبقى عايزة اللي يسمعها، علشان انت مش هتعرف تلاقي حلول لمشاكلها، لان انت هتواجه مشاكل زي هو ليه في صيف اصلا، انا زهقت، هو انا ليه باكل كده، انا اتخنقت، يا رب بقى نفسي اخس بقى، يا رب بقى انا زهقت بقى، هو يا رب ليه في رجالة في الدنيا، انا مش عايزة رجالة. في الجزء ده كل اللي مطلوب منك يا صديقي انك تسمعها، اسمعها انصت اليها بس، وساعتها هتيجي تقولك انا مبسوطة قوي ان ربنا كرمني بيك، انت احلى حاجة في حياتي، انت اللي انا عايز اكمل معاه حياتي لحد ما اموت. بالنسبة بقى لست الكل اللي بتروح تجري على اول باد بوي عاجبها علشان تغيره وتحسنه وتخليه احسن، كل الناس تقول لها لا بلاش ده، وهي ابدا هو ده اللي انا هقدر اغيره، هو ده اللي هخليه يبطل سجاير، هخليه يصحى يصلي الفجر، هخليه يكوي هدومه ويحط مزيل عرق، هخليه ينط من الدور التالت من غير ما يجرى له حاجه، وتروح حبيبتي مشمره كمها ونازله على التسقايه اللي بين ايديها. ولكن عزيزتي بتتصدم في الراجل اللي معاها اللي ما بيقدرش التغيير، اللي مش عايز يتحسن، اللي مش عايز يشوف نفسه حاجه كويسه، لان الراجل ما بيتعاملش بالاسلوب ده. انت لو رحتي له وقلتي له انا هغيرك علشان انت تبقى الاحسن، هو هيشوف انه مش مالي عينك اصلا، طب انا ليه اكمل مع واحده انا مش مالي عينها؟ ومن هنا تبدا مرحله الزمزقه اللي بيكتر فيها الخناق. ففي مرحله الحل والتحسين، الحل
عند الراجل انه ينصت ويسمع كويس ويحتوي الست اللي قدامه بالسمع، لا يخليها تفضفض، عشان الفضفضه مهمه جدا للستات. والحل عند ست الكل انها تتقبل الراجل، تحسسه قد ايه هي متقبلاه وقد ايه هو مالي عينها وقد ايه هو كفايه، لان دايما في حرب عند الراجل ان انا اثبت نفسي للست اللي معايا. والنصيحة دي موجهة للرجالة بالأخص، بلاش الترجمة الحرفية بتاع جوجل ترانسليشن دي مع الستات، لأن أسهل كلمة بتقولها الست أنا عمري، وحط بعديها أي حاجة، أنا عمري ما شفت معاك يوم عيد، أنا عمري ما خرجت، أنا عمري ما اتفسحت، أنا عمري ما تهنيت، أنا عمري ما حد قال لي كلمة حلوة، أنت أصلا في حياتي ليه؟ صدقني يا صديقي إنها في اللحظة دي بتمر بضغوطات كبيرة جدا، بتخليها بتخش في 200 مشكلة، وبتتكلم في 20 حاجة مع بعض، وأنت حبيبي غلبان أنت مش فاهم، مش فاهم أصلا بيتقال لك الكلام ده ليه؟ فمفيش مكان للمنطق، هنا بنستخدم العاطفة، وبعد ما بنستخدم العاطفة بنبتدي المنطق حاجة. يعني ايه؟ يعني انت تبتدي واحدة واحدة تحتوي الموقف وتحاول تحسسها انك جنبها وبتسمعها ومش عايز منها اي حاجة غير اللي هي تكون مرتاحة ومبسوطة. يعني مثلا ممكن تقول لها طب انت حاسة بكده ليه؟ طب ليه دلوقتي حصل معاكي كده؟ طب ايه مضايقك ممكن نحله مع بعض؟ طب يا ست انا عارف اللي انا زعلتك وهنخرج مع بعض الاسبوع ده، حتى لو مش هتخرج ولا نيلة، بس اسمع مني، بلاش تاخد الموضوع على اعصابك وبلاش تقول لها انت اللي بتقولي الكلام ده ليه؟ ما انا موجود في حياتك اهو وانا اتنيلت رحت فين؟ بلاش كده، حاول اسمعها تحتوي الموقف قول كلام حلو، ابوس ايدك قول كلام حلو، مش انا والدكتور جنى هنبوس ايدك عشان تقول كلام حلو. ولما تحس ان هي خرجت كل اللي جواها صدقني هتيجي تقول لك انا مش مصدقه اللي انت في حياتي، انا بحبك قوي. طبعا مش بالشنب ده، اكيد احلى مني بكتير يعني، لو هيكون ذوقك وحش. رقم 4، والنصيحه دي موجهه لكل بنت، شريك حياتك لما يقولك سيبيني لوحدي اقسم بالله هو لسه بيحبك، هو عايز يبقى لوحده علشان يحل كل المشاكل اللي جوه دماغه دي ويخرج لك ويبقى فريش، يحقق لك كل اللي بتحلمي بيه. هو حبيبي شايف ان الراجل ما ينفعش يظهر ضعيف اصلا، فلما يقولك سيبيني ابوس ايدك سيبيه. وهنا بيجي تشبيه الاستك اللي دكتور جون اتكلم عنه، ان كل ما بيبعد هيرجع لك بس مش هيلسوعك ما تخافيش. وأصدقائي الرجال، الستات عاملة زي الموجة، كل ما تحس إن هي متقدرة ومتعززة ومحبوبة كل ما الموجة دي بتعلى، وهتنزل كده كده ما تقلقش، وممكن كمان تنزل مرة واحدة أنت مش متخيل الموضوع يبقى عامل إزاي، ولكن في عز ما هي بتنزل كده بتبقى عايزة الدعم علشان تبتدي تطلع تاني واحدة واحدة. وكل اللي مطلوب منك هنا إنك تتعامل مع الموجة، تعرف إمتى تقول لها كلام كويس تحتويها، وتعرف إمتى تحسسها إن هي مستقلة وتقدر تحقق ذاتها لوحدها. وبالحاجتين دول أوعدك الست هتثق فيك وهتحبك زيادة. لما تحصل مشكلة أرجوك بلاش تجريح، لأن المشكلة أصلا سببها الأساسي بيتنسي وبيفضل موجود الكلام اللي جرحنا. بس هي دي النقطة الخامسة، نخش على اللي بعده. تعالى دلوقتي نتخيل ان الست اي حاجة بتعملها لها هتاخد عليها بونص او نقط معينة. هقربها لك، الدوري المصري الماتش اللي بتكسبه بتاخد عليه 3 نقط، دي الحاجة الحلوة اللي عملتها للست هتاخد عليها 3 نقط، والحاجة العادية هتاخد عليها نقطة اللي هو تعادل، والحاجة اللي هي وحشة او اللي هي الخسارة مش هتاخد عليها نقط. تمام، شغال طول الشهر علشان خاطر تجيب مرتب تدفع بيه ايجار البيت بتاعكم، اشتريت لها عربية، اشتريت لها طيارة، جبت لها وردة، سمعتها في مرة، انت متخيل هما بالنسبة لهم ايه اهم من ايه؟ يعني فعلا هي ممكن تعيش مع واحد مش لاقي اللضة علشان بس بيعرف يسمعها وبيعرف يحتويها. فالكل راجل اسمعها احتويها خليك حنين، والكل ست ابوس ايدك بلاش تضغطي عليه عشان تخليه هو كويس، هو عارف هيبقى كويس ازاي، ثقي فيه. يعني بدل ما انت تقولي له حسن من نفسك في 1 2 3، لا قولي له انت مالي عيني، انا واثقه فيك، انا بحبك. ودي كانت مجمل النصايح اللي بيديها لنا دكتور جون غيري في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره. اتمنى ليكوا لونج ديستانس ريليشن شيب.